السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور، شلونكم؟ شلون الصحة؟ الله يحفظك دكتور، رحم الله والديك خير، الله يديمه، صباح الله. ربي يستر عليك. بس دكتور ممكن سؤال؟ ايه تفضل. الله يخليك دكتور. دكتور شو وقت تقريبا الامتحانات تصادف مال الفصلية؟ مثلا مادة تكون مواد البقية، لا عندك علم خبر سامع. والله دكتور لحد الآن ما نطينا واحد، لأنه الأول يعني بلش كلش متأخر، فيعني باقي المراحل تقريبا من صار عندهم 10 إلى 11 محاضرة يلا نفتحها. ها كل المواد يعني؟ يعني تقريبا كل المواد كان عندنا 10 أو 11 محاضرة يلا خلوا جدول امتحانات، فأتوقع أنتم شوية تأخرون يعني. تقريبا حتما دكتور ناصر، يعني موعد محدد كذا والله ما عندي علم صراحة، تقريبا، يعني تقريبا كده خيالك. يعني ما أدري، بس أنا يعني ما بلغي نفسي شيء رسمي، بس إذا أتوقع يعني إذا 10 محاضرات يعني بعد شهر ونص، شهر يعني ونص؟ يجوز بداية رمضان مثلا. يعني أتوقع يعني توقعك هذا. أتوقع زين زين، مادتك دكتور شو وقت تمتحنها؟ إيش وقت العفو؟ امتحانك يعني بيت تمتحنه مثلا شو وقت تخلي موعدك؟ الموعد يمكم دكتور، هو راح يعطونكم، يعني انتم راح تخلون الجدول مو يمي، ها يمنا يعني الجدول احنا بنخليه. باقي المراحل يعني هم يعني طرح او جدول، اكو بعض الاساتذه يعدلوا عليه حسب يعني الظروف العامه، بس يعني بصوره عامه الطلاب يخلون يصير اتفاق ويا الاساتذه بعدين. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، يعني يمكن ما كان في وقت يعني من يعطونكم فرصه انهم تسوون جدول، يمتى ما خليته باللي يناسبك. دكتور تسلم، رحم الله والديك، لا العفو دكتور، الله يخليك دكتور، تعبتك وياه. لا لا انا بس انتظر هيك كم دقيقه، خمس براحتك دقائق دكتور، بس صوتك ناصح كلش يعني. وننتظر الى ان يكتمل العدد تمام، تسلم بعدين. دكتور، الله تسلم يسلمك، دكتور، الله يجزيك الخير. دكتور اليوم شرح محاضرة 4. ألو، اللي هي ميوكاس ممبرين دكتور، تسمعني واضح؟ ألو، شنو دكتور؟ محاضرة 4 اللي هي ميوكاس ممبرين سيرس ممبرين، نزلت قبل 6 أيام لكم، شرح على البي دي اف. شكرا. سلام.
السلام عليكم ورحمة الله. راح نبدأ المحاضرة حتى لا ياخذنا الوقت. دكتور ماكو ويتنج روم أصلا، أنا لاغيها. ماكو ويتنج روم يعني اللي يدخل مباشرة يكمل ويانا حتى لا يروح علينا الوقت. نبدأ المحاضرة إن شاء الله. اليوم هي محاضرة عن الميوكوس ممبرين، الرف ممبرين، الفاشية والبرسة. بالبداية خلينا نتفق على شيء، انه كلمة ممبرين معناها اكو كونكتيف تيشو، نسيج رابط اللي هو مؤلف بصورة رئيسية من الياف ويا خلايا مولدة للالياف، هذا نسميه نسيج رابط. وفوقها اكو خلايا طلائية اللي هي نسميها ابيثيليوم او ميزوثيليوم حسب منشأها الجنيني والتكويني. بس بصورة عامة خلينا نعرف انه اذا اكو نسيج رابط وفوقها اكو خلايا مترافقة، يعني شلون كان مثلا موجود بالسكين، اذا موجود بغير مكان ده نسميهن ممبرين، اللي هن اثنين اللي هو الميوكوس ممبرين والسرف ممبرين. الميوكوس ممبرين اللي هو هاي الاغشية اللي تبطن الاجزاء اللي تنفتح للخارج. شنو يعني تنفتح للخارج؟ يعني عندها اتصال مباشر بالمحيط الخارجي. وين موجودة؟ مثل الفم، ماوث، النون، الأنف، الآي، العين، الأنف مثلا اللي هو المخرج، اليورثرا اللي هي الإحليل. ذني عندهم اتصال مباشر بالخارج فيبطن بالميوكوس ممبرين. الميوكوس ممبرين بهاي الأماكن كلها يفرز سائل نسميه ميوكوس على اسمه. هذا الميوكوس له وظائف من ضمنها ترطيب هذه السطوح، ومن ضمنها محاربة الباثوجين الممرضات سواء كان الفيروسات بكتيريا أو غيره، وكذلك يعادل التوكسين اللي هي المواد السمية هم يقلل من حدتها، ويكون إلى القدرة على الامتصاص، يمتص المواد الخارجية سواء كانت هاي المواد الخارجية نافعة مثل المواد الغذائية وغيرها أو لا ضارة مثل التوكسينز اللي هي السميات اللي تفرزها البكتيريا. هذا نسميه ميوكوس ممبرين. الميوكوس خلي بالنا مثلا بالماوس مو نفسه اللي هو اللعاب اللي هو السلايفة، مو نفسه السلايفة. السلايفة راح تفرز خلايا يعني غدد متخصصة نسميها السالفيري جلاند موجودة بالماوس. العين الدموع اللي تطلع منها تجي من اللاكريمال جلاند، يعني غدد متخصصة تفرز الدموع. احنا نحكي عن سائل فرز هاي الخلايا نفسها. هذا فيما يخص الميوكوس ممبرين، قلنا هي عبارة عن أغشية تبطن الأعضاء التي تنفتح للخارج. الجزء الثاني اللي هو نسميه سرف ممبرين، هذه هم أغشية بس تغلف الأعضاء اللي هي ما تنفتح للخارج. مثل إيش؟ مثل عندنا الغشاء المحيط بالقلب نسميه بيري كارديا، كلمة بيري معناها حول، كارديا معناها قلب. مثل الفلورا اللي هي تغلف الغشاء يغلف الرئة، ومثل البريتونيوم اللي هو موجود بالبطن. هاي سرف ممبرين بيها تو لاير طبقتين. شلون هسه بين الخطين الزرق الطخ خطين طبقتين. الطبقة الخارجية نسميها بارايتال لاير، وعادة الأعصاب الموجودة بيها هي أعصاب شبيهة للأعصاب الموجودة بالجلد، تتحسس الحرارة والألم وغيره. وطبقة داخلية نسميها فيزيرال لاير. فيزيرال معناها جاية من فيزيرا، فيزيرا معناها أعضاء، كل أعضاء الجسم بصورة عامة كولكتيفلي نسميها فيزيرا، يعني القلب والرئة والمعدة والكبد وغيرها كلها نسميها فيزيرا. ففيزيرال لاير معناها الطبقة القريبة على العضو نفسه، فبيها جزء داخلي نسميه فيزيرال لاير، وهذا يتحسس للستراتش للتمدد. وطبقة خارجية نسميها البرايتال لاير.
العفو شباب الصوت واضح؟ اكو شباب يقولون الصوت ناطي، سمعوني بوضوح؟ واضح دكتور، واضح دكتور، واضح واضح دكتور. اعتقد اكو خلل عندهم. اي لان اكو اثنين او ثلاثه الصوت يمهم ناطي، شباب الصوت واضح. لا دكتور الصوت بعيد، الصوت بعيد. يا ريت تعلون الجهاز تخلون هيك عالي، صوت واضح بس بعيد شوية، صوت واضح بس بعيد. مو انا مخلي مايكروفون راح اشيله واحكي من الحاسبة مباشرة نكس كل مرة بلكي يكون اوضح. تمام تمام اوكي. فقلنا هي بيها طبقتين، طبقة خارجية تميناها البرايتر، وطبقة داخلية تميناها فيزرال لان هي قريبة على العضو نفسه. بيناتهم اكو فراغ، هو بالاحرى مو فراغ، احنا بجسم الانسان ما جسم الانسان ما عندنا شيء فراغ، دائما اما يكون بيه فلويد سائل او يكون بيه نسيج او فتش. هنا موجود فلويد بنسميها كافيتي، برايتال كافيتي، موجود بيها فلويد. هذه وين موجوده؟ موجوده بالاعضاء اللي تتحرك بكثره، مثل القلب، مثل الرئه، مثل الامعاء تتحرك بصوره مستمره. فشنو وظيفتها؟ هي مو اكو هنا سائل، هذا السائل راح يشتغل كلبركنت مزيت، فيسهل حركة هاي الأعضاء. فهاي سميناها الفرس منبر. نجي وراها على الفيشيا. الفيشيا تختلف عن الفرس منبرين انه هي بس كونكتيف تيشو، بس نسيج رابط مكون من الياف اغلبها كولاجين وياها الاستين. حسب بعدها عن العظم يقسمونها الى سوبرفيشال وفيشي. طبعا هو هذا التقسيم تقسيم تشريحي لغرض الدراسه، والا هي فعليا بجسم الانسان هي متصله شيء بشيء. السوبرفيشال اللي هي تحت الجلد واللي خدناها سابقا واللي هي موجود بيها الخلايا الشحميه، وقلنا وظائفها كانت يعني هم مخزن للجسم، تحفظ الطاقه على شكل شحوم، تحفظ الماء، وبنفس الوقت هي تشتغل ككوشن تمتص الصدمات الجايه للجسم. هاي سميناها السوبرفيشال فيشيا. الجزء الثاني المكمل لها نسميه ديب فيشيا العميقه. هاي ديب فيشيا هسه قلنا هاي السوبرفيشال فيشيا حكينا عليها اللي هو صب كوتينوس. صب يعني كلمه صب معناها تحته، كوتينوس معناها جلد، فهو تحت الجلد. اذا لاحظ هنا هذه صب كوتينوس فيشيا او سوبرفيشال فيشيا ومتصله بشيء نسميه ديب فيشيا. اذا لاحظ من هاي الصوره انه الديب فيشيا حتى لونها يكون اعمق لانه هي تكون تف قويه كونكتيف تيشو، بس كونكتيف تيشو وما بيها هذا الفات. الديب فيشيا اللي هي هذا اللون الابيض راح تحوط المجموعات العضليه وتفصلها وحده عن الاخرى. يعني تحت الجلد هاي السوبرفيشال فيشيا وتتصل بها الديب فيشيا اللي هي ما بيها فات، وراح تدخل على شكل سبته نسميها فواصل، تفصل هسه هاي مجموعه عضليه مجموعه عضلات تفصلهم مجموعه بوحدهم، وهاي مجموعه وحدها وهاي وهكذا. فالديب فيشيا هي تف قويه ما بيها فات، وظيفتها تفصل العضلات كل مجموعه عضليه عن المجموعه الاخرى. نجي وراها عن التندن والليجمنت. التندن احنا ماخذينه هو هم كونكتيف تيشو هم الياف، يكون بنهايه العضلات ويربط هاي العضلات اما بعظم او بستركشر اخر مثل العين الاي جلو. لذلك احنا نقدر نحرك العين مالتنا والراس ثابت. ليش؟ لانه مرتبطه بعضلات. شنو اللي يربط العضله بالعظم او بالستركشر اللي مفروض هاي العضله تحركه؟ هو التندن. نسميه تندن، هو نسيج رابط قوي ما عنده القدرة على التقلص، مو نفس العضلة، هو مجرد ينقل القوة المولدة بالعضلة إلى العظم أو الستركشر حتى يحرك. هذا سميناه تندن. الليجمنت شنو؟ الليجمنت هم كونكتيف تيشو هم نسيج رابط، هو وظيفته يربط عظم بعظم. شلون ذني هذا الأبيض يربط عظم بعظم. ليش؟ على مود يثبتهن، فمن تجي العضله تحركه يكون العظم ثابت في محله. فهاي وظيفه الليجمنت، هي بس كونكتيف تيشو وتربط
العظام واحد بالآخر. آخر شيء نجي على البرطة. البرطة هي عبارة عن ساك. شنو يعني ساك؟ يعني كيس. البرطة عبارة عن أكياس. هاي الأكياس يكون بداخلها سائل نسميه سينوفيال فلويد. شنو وظيفتها؟ هاي البرطة، هاي الأكياس موجودة وين؟ في الأماكن اللي يكون بها احتكاك، يعني مثلا عضلة أو تندن قريب على العظم جدا، هاي هنا راح تتكون أو تنوجد البرطة. هن الطعام معدتهم بالجسم 160 ككل. وظيفتهم شنو؟ نشوف هاي الصورة. يعني هاي العضلة أو الوتر مال العضلة، وهنا العظم. إذا هاي كل ما تتقلص، أول شيء راح تقترب من العظم، فراح تولد قوة، قوة باتجاه العظم. هاي القوة إذا دائما تضرب على العظم راح تسوي تأثير سلبي على العظم نفسه. فهاي البرصة شنو وظيفتها؟ بيها سائل راح تمتص هاي الضربات. شلون نمثلها؟ نمثلها واحد إذا مثلا بإيده ويضرب على سطح مثلا منضدة أو فتشي، هاي الضربات المتتالية راح تأذي الإيد وتأذي السطح ممكن. بينما لو نخلي بوسطهم مثل البالون مليان مي، هذا البالون المليان مي راح يمتص هاي الصدمات. هذه هي وظيفة البرد، موجودة بالأماكن اللي يكون بها احتكاك أو ممكن هذه الأوتار تضرب على العظم. بعد إن هي بها سائل فراح تسهل حركة هاي العضلة. وظيفة البرطة قلنا تمتص الصدمات وبنفس الوقت تسهل حركة العضلات بالأماكن اللي تكون بيها العضلة أو وترها قريبة جدا من العظم. آخر شيء اللي هو الساينوفيال شيت، نفس هاي البرطة اللي حكينا عنها، بتكون بشكل أنبوبي تيوبولا وتغلف الأوتار الطويلة. وين عندنا موجودة الأوتار الطويلة؟ خصوصا باليد، لأن نعرف عضلات اليد موجودة بالساعد وتمد بس أوتار. أوتار تمتد داخل اليد إلى أن توصل إلى نهاية الأصبع. هاي الأوتار راح تمر فوق مفاصل كثيرة، فممكن تتعرض للاحتكاك وتؤدي إلى التهاب والوقت. هاي البرصة راح تكون على شكل تيوب مثل الأنبوب، يحوط هاي الأوتار ويسهل حركتها ويمنع هذا الالتهاب. شكرا جزيلا، حتى نبدي نستقبل أسئلتكم. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله دكتور. انت قلت هذا السائل اللي يمتص الصدمات باعتبار انه هاي مسلط عليه مثلا صدمة معينة او شيء، زين هو هذا السائل بنفسه ما يتأثر بهاي الصدمة؟ لا دكتور، هو سائل، يعني شلون قلنا هو راح يوزع، يعني انت من تجي قوة عمودية منه، من تجي لهنا اذا هاي ما موجودة راح تستمر هاي القوة العمودية مباشرة على العظم. نعم. بكل قدرة. نعم دكتور. من تجي تضرب هنا وهذا السائل موجود راح تتوزع باتجاهات مختلفة. يا واضح. راح تقل شدته. اي دكتور واضح، بس هو بمرور الوقت مثلا اذا ضربة قوية او شيء مثلا. لا دكتور، احنا هذا السائل والخلايا المبطنة اليه والفارزة اليه هذا يتجدد باستمرار، يعني وينفرد غيره، حتى اذا كان مثلا يصاب بشيء فيعوض نفسه بنفسه. يعوض يعني هذا يمتص يروح ويجينا سائل جديد باستمرار، مثل الدم مثلا دائما يتجدد، مثل الابروس باينال فلويد دائما يتجدد، فهو يجدد نفسه. طبعا حالات مرضيه نسميها بورسايتس. نعم. هاي كلها تلتهب. ايه. واذا ما فادها علاج يضطرون يشيلونها. يشيلون السائل. يشيلون السائل والغشاء كله. من يكون مزمن غير مستجيب للعلاج، لان وجوده اكثر من نفعه. هاي الحالات اللي هي يسمونها بارسايت. بس هاي حالة مرضية بعيدا عنها ان شاء الله. الله يحفظك دكتور، الله يبعدنا عنها ان شاء الله. مشكورين دكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور محمد، تفضل. أشكرك دكتور. دكتور بخصوص الليجمنت الرباط. إيه.
هو نفسية الغضروف؟ لا دكتور، احنا قلنا هي هاي كلها أنسجة، حتى بمكوناتها ممكن تتغير تسمياتها ووضعها. الأربطة هي عبارة عن كونكتيف تشو يكون من الخارج، من الخارج يعني خلينا نقول هذا العظم هو ما موضح بالصورة لأن هي الوظيفة مال هاي الصورة على مود تبين البرصة، بس يعني أكو رابط يجي منها من الخارج ويربط هنا، وواحد لاخ يجي منها يربط هنا. هذا حتى هاي بهاي الصورة اللجن، رابط من برا، هذا نسميه لجن. الغضروف شنو؟ الغضروف نسميه كارتلج، اللي هو يكون داخل يعني نهاية العظم، هنا واحد وهنا واحد. مكونات يعني كهستولوجي كأنسجة مختلفة، ووظيفته يمنع احتكاك عظم بحظم، لأن العظام تكون خشنة بينما الغضاريف تكون ناعمة السطح. فالغضروف هو داخل المفصل نفسه عند التقاء عظمه، بينما الليجمنت هو أربطة تكون من الخارج تثبت عظم بعظم. طبعا هذا الحكي مالتنا بصورة عامة، اكو اماكن مثل الركبة بيها أربطة هنا داخلية اللي هي يسمونها الرباط الصليبي، اذا سامعين به دائما اللاعبين ينصابون الرباط الصليبي يكون داخل. بس اسمح لي، الرباط يربط عظم بعظم، الغضروف ما يربط، يعني هذا الغضروف مال هذا العظم منفصل تماما عن غضروف هذا العظم، فيكون المنفصل كان وسادة وحسين يكون كوسادة على مود يسهل حركة العظام، بس الأربطة لا، يربط عظم بعظم من اسمه رباط. دكتور يعني هسه بس بالصورة بالديتا يعني الفوق الإيد يعني كأنه مكان الغضروف، مو صحيح؟ هاي الصورة دكتور؟ بالإيد لا مو ها. لا دكتور، هذه الغضاريف هاي المفاصل من الخارج. يعني هاي مو كاملة، يعني قطعة كاملة يعني مو فاصلة العظم عن عظم، هاي مجرد غطاء مو؟ لا، غشاء رابط عظم بعظم، مو غشاء العفو، إنما نسيج رابط كونكتيف تيشو. يعني هذا من الشيلة هسه تلقى داخل غضروف. اها واضح دكتور. العفو. مشكور دكتور. العفو. اذا ماكو سؤال خلينا انا اسالكم عن طريقه المحاضره. دكتور بس السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور فقط أريد أن أنبه، أنا جيت متأخر للمحاضرة، نتشر مقطوع عندي، فقط أريد أن أنبه على هذا الأمر. لا لا ماكو مشكلة دكتور، أنت بعد وصلت. بس أسألكم، ذكرون بالمحاضرة السابقة شوية جتنا تعليمات إنه لازم تكون المحاضرة على شكل باوربوينت بالزوم، فقلنا راح ننزلها قبل اسبوع شرح على البي دي اف، وهنا نشرح زوم يعني نشرح باوربوينت. اليوم كانت واضحه لكم نفس المرات السابقه؟ لو اسوأ لو احسن لو شنو؟ ارد اسمع منكم دكتور. واضحه بس صوت ناس صوت بعيد. هي مش يا دكتور، اكو ناس قاعد يطلع عندها واضح وناس يطلع عندها بعيد. لا انا عندي واضح بس شوي شوي يصير بعيد. دكتور يعني بس هسه الطريقه يعني نفسيتها هم جاي تنزل بي دي اف ومقطع فيديو على اليوتيوب وهم جاي تشرح زوم، يعني شنو؟ ما يعني ما فهمت. لا مو احنا المره السابقه حتى بالزوم طلعنا البي دي اف، هسه سويناه باربون. يعني هسه صحيح هسه بالصوت يعني بس يعني قصدك الصور غير صور يعني؟ مو هسه اكو صور اضافيه يعني بس من باب التوضيح، احنا قلنا ما مطالبين بصوره بالنظر بينتو. ايه يعني ايه بس يعني افضل لنا دكتور يعني صوره توضح لك الفكره، توضح لك يعني الموقع الجزء إيه. وين يعني بعد الاحسن. هاي اوكي
انتوا تعرفون هذا الفيدباك مفيد للطرفين، يعني من تطوني انه يابا هذا احسن لنا، هذا اوضح، هاي اوضح الطريقه، ان هي الهدف اولا واخيرا انه توصلكم المعلومه. اي نعم استاذ، هسه يعني الدكتور بدا يقول نزله فيديو، اي نزلها فيديو شباب، بس هو يعني قصده اكو صور اضافيه بالبي دي اف يشرح عليها، هذا لا يعني لا اكثر ولا اقل. اي بس مجرد انه اكو صور اضافيه نشرح عليها، وقلنا انتم ما مطالبين لا بالنظري لا بصوره، يعني ما اجيبكم سؤال بصوره ولا اجيب لكم سؤال من الصوره. واضحه الفكره؟ انا دكتور انت تقدر تنزل تضيفني يعني جوه البي دي اف اضيفني لو ما يصير. دكتور تصير تطوالة عليكم. صح يعني الصوره هو يعني صح. الكل كبيره المحاضره. احنا نريدها انها صغيره حتى يعني شايف ما تسد ال ايه صحيح صحيح. دكتور يعني على هالطريقه كلش يعني هم تنزل بي دي اف وتنزل على اليوتيوب وجاي تشرحها بالزوم وهم صورك مجرد صور اضافيه يعني عاديه كلش عاديه يعني ماكو اشكال. ان شاء الله. دكتور تفضل. دكتور علي. دكتور بلا زعما هسه احنا حاليا تقريبا ما ماخذين ولا رسم بالجنرال، ما مطالبين باي رسم. دكتور انا وضحتها هاي النقطه كلش وضحت. ايه. بالنظري الرسومات هي للتوضيح فقط. اي دكتور. ما مطالبين بها، بس العملي ما اعرف يا دكتور مرتضى تعرفون. هم حاليا تقريبا يعني طلابنا اصدقائي يسمعوني تقريبا حاليا يعني ما اخذنا رسم او شيء. يعني هو تواصلون وياه لانه هو العمل تعرفون المفروض كان الامتحان بالكليه على سبوتات اللي هي الاجزاء نفسها وتقول لها ها شنو ها شنو. حتى بعد يعني ظرف جائحه يعني اثر هوايه وصار حتى العملي على الزوم. فاقول خاف يجيب لكم مثلا صوره تمتحنون عليها شيء، فتكون تتواصلون وياه ممثلكم يتواصل وياه. دكتور جاب لنا صوره. اي شوف لانه هو عملي مجبور يعني. في الامتحان جاب لنا صوره جزء واشرنا عليه وكتبنا يعني تاشير، بس انا اقصد رسم يعني كرسم هيك نرسم. ها بالضبط. لا انت مال انت ترسم. لا دكتور ماكو. اي ماكو. لا لا كاجزاء واضحه اكيد هي الاجزاء اصلا ضروريه. اي ما تفهم الا بس كترسم بايدك. لا مستحيل ماكو. لا ما زين دكتور. نعم. ولو تعبتك انا. لا لا دكتور تقريبا يعني اكو موعد قريب جدا مثل امتحانات هسه. اكو موعد يعني محدد؟ زميلكم دكتور علي هم سألني بالبدايه قبل لا يكتمل الحضور. صراحه لحد الان يعني ما مطينا تعليمات واضحه من العمالقه الخط الاول. لانه دوامهم متاخر. انا قلت له يعني احنا الرابعه انا هم اخذهم جنرال ميديسين. يعني الرابعه من اكتملت تقريبا 10 محاضرات الى 11 محاضره كل ماده يلا حددوا مواعيد. انتوا تعرفون يعني لحد الان يعني يجوز احنا تشريح بين متاخرين اربعه الباقيين خمسه. فيعني الراد على ما تصير اعتقد يعني على ما تصير 10 محاضرات. يعني دكتور تتوقع يعني بهذا الشهر الثالث ما تروح الامتحانات تقريبا؟ ما اتوقع دكتور صراحه يعني كتوقع شخصي. إيه؟ كتعليمات ما. مشكورين دكتور اسفين. بالعفو. نعم دكتور بلاز زحمه شنو نحفظه في المحاضره؟ العفو دكتور منو؟ اقول لك ايش نحفظ مهمات دكتور علي. احنا يعني مو حكينا بهذا الموضوع وحتى يعني لا نستهلك احنا نرجع ونقول انه انت مطالب تفهم الموضوع راح تجيك عليه انت كيف. اما حفظ درج يعني ما يجيك انت سؤال. لا مو قصد الدرج، مثلا تاشيرات مال رسوم هاي عم نحفظها؟ تأشير. لا دكتور الرسوم احنا ما لنا علاقه بها، قلنا بالنظري ما لنا علاقه بها، هاي تأشيرات الرسوم يم العمل. تأشيرات الرسوم يم العمل، انا ما اجيب لك تأشيرة ولا اسألك على تأشيرة. اسئلتنا تكون من الشارح نفسه. عرفنا بس انا قصدي على الرسوم. لا لا الرسوم بعد هم المفروض عرفت. قلنا الرسوم لا 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 ترسم بيدك ولا تأشيرات الرسوم ولا سؤال من الرسوم يجيكم بالنظري. تمام شكرا دكتور. محاضرتنا خلصت؟ نعم محاضرتنا هسه الان هي خالصه يعني؟ يعني دكتور هسه خلصت المحاضره يعني اللي حد يطلع خليه ياخذ راحته ولا عنده سؤال انا خلص. ممنون منك دكتور. العفو دكتور حياكم الله.
دكتورة هدى، راح عليكم دكتورة هدى. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا، هيا إن شاء الله دكتورة. دكتور بس عندي سؤال بخصوص المحاضرة السابقة. إيه. دكتور الاسكليت المصب هي مو مخططة؟ إيه. مثلا إذا جاني سؤال هي ليش مخططة؟ يعني مثلا أجاوب لأنها تحتوي بروتين أكتين ومايوسين، لو أقول مثلا الألياف العضلية وبيها ليفات وهاي ليفات تحتوي الأكتين ومايوسين، يعني شلون أجاوب؟ طريقة. لا هو أنت شوفي دكتورة صراحة أنا اللي كتب لها معناها فاهم الموضوع وفيها نعطيهم درجة كاملة صح. بس يعني إذا أكتب بالتفصيل عادي ماكو مشكلة. ماكو مشكلة. وإذا كتبت مختصر ووصل الفكرة ماكو مشكلة. مهم. تمام دكتور شكرا. دكتور بس من السؤال سجل حضور مطالبين به هسه احنا؟ لا دكتور ما في سجل حضور، حتى دخولكم للدوام هو سجل حضور اوتوماتيكي. تمام دكتور بس مرة قصدك. ايه تفضل. الله يخليك دكتور. دكتور انت تقريبا اذا تريد تمتحن مثلا فصلي بكم ملزمة يعني لازم توصل يعني ويلا تمتحن؟ انا دكتور صراحة مو على العدد، انا من يطوني العمادة وقت يا امتحن امتحن. يعني مو مثل بقية الدكاترة يعني توصل 10 ملازم يعني الحد ما وصلنا ايش قد ناقص؟ تسلم. ناقص 8 7 10 ما ممنون. ممنون من الدكتور. ممنون دكتورة مريم. تفضلي دكتورة مريم. السلام عليكم دكتور. السلام دكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. طب دكتور ملخصك، أنا هسه جاي ألاحظ بالمحاضرات أكو تعاريف وأكو أنواع يعني مهمة، بس هاي يعني شلون راح تجي بالامتحان؟ يعني تعريف مطول وكذلك الأسئلة مطولة بس إنها مهمات يعني. دكتور نرجع نفس النقطة، إنه مو شرط تكون يعني بهيك صيغة مطولة، هاي واحدة. وشغلة ثانية هي أغلب الأسئلة إذا مو كلها تكون مطول شرط، يعني التعريف أنا اللي أعطيك إياه يعني مكتوب بالسؤال وأعطيك خيارات إله هو شنو. يعني مثلا أقول لك a layer of dense fibrous connective tissue which surrounds individual muscle is وأعطيك superficial fascia, deep fascia, serous membrane, mucous membrane, low tendon. أنت تختارين الديب fascia، فأنت لازم عارفة. هي صحيح. زين دكتور من بعد ابنك ممكن سؤال ثاني؟ يتفضل. دكتور بس السلايد الأول، أنا فصل عندي الإنترنت تقريبا 10 دقائق، شنو المهم بالبداية مالتها؟ بداية المحاضرة دكتور احنا بس حكينا على الفرق المهم، انه بالنسبة كلمة ممبرين شنو معناها؟ انه معناها اكو كونكتيف تيشو، اكو نتيج رابط بألياف، وفوقها اكو خلايا طلائية، خلايا مفصلة، هذا يلا نسميه ممبرين. إذا بس كونكتيف تيشو ما نسميه ممبرين، مثل الليجمنت مثلا، مثل الفيشية، ما نسميهم ممبرين، ما نطلق عليهم كلمة ممبرين، لأن هذه خلايا طلائية. الميوكس ممبرين والسرس ممبرين هن نسميهم ممبرين، ليش؟ لأن اثنيناتهم بهم خلايا طلائية. هذا اللي حكيناه بالسلايد. تسلم دكتور شكرا. دكتور بالنسبة للسوبرفيشيا وفيشيا يعني شلون سطحي وهمين lower most؟ شوف دكتورة احنا عندنا بصورة عامة بالتشريح هو علاقة جزء بجزء. شلون يعني انا مثلا من اقول انه السكين والسبكتين والتشو، اقول السبكتين والتشو هو الديب بارت علاقة مع الجلد، بس من أحكي أقول الفاشية بها قسمين، أقول قسم سطحي وقسم عميق. ليش؟ لأن القسم السطحي مقارنة يعني هذا القسم مقارنة مع هذا هو سطحي بعيد عن العظم، بينما هذا قريب للعظم، فسميت هذا ديب وسميت هذا سوبرفيشال بما يخص الفاشية. بس من أحكي أقول السوبرفيشال فيشيا وين؟ هي تحت الجلد. واضحة الفكرة؟ يعني شغلة التشريح هي شغلة علاقة جزء بجزء،
يعني علاقة السوبرفيشيال فيشيا ويا السكين هي عميقة. علاقة السوبرفيشيال فيشيا ويا الديب فيشيا هي سطحية. هيك تمام، شكرا دكتور. العفو. بعد سؤال شباب تفضلوا. ساعدني عندي سؤال. تفضل. بس هو سؤال عاوي ترى. لا ان شاء الله ان شاء الله ما عاوي. دكتور علي. من ما هو؟ من اصابع اليد. هل تاثر على التندم؟ من شنو العفو؟ طقيق اصابع اليد. ايه. هل تاثر على التندم ما ادري شنو؟ لا دكتور، هو عادة تطقق نسميه كليك. الكليك يعني بسبب تغير الضغط داخل المفصل راح ينتقل السائل مال المفصل من مكان إلى مكان، ومن ينتقل يولد هذا الصوت. يعني هذا الكليك داخل المفصل نفسه ما له علاقة بالأوتار واللجم. يعني هذا مو شيء سلبي؟ يعني هو علميا المفروض مو شيء سلبي. يعني أنا حتى ما قانع منه يعني ما بي مشكلة. بس أهلنا يقولوا لا لا طيب طالب. صفق للشيطان. بقي لهم بالتصريح يقولون ما يخالف طيب. زين دكتور ولا عذرا مداخلة، زين هو ما يسبب سوافان؟ لا دكتور، كلمة سوافان يعني بالعربي تختلف، يعني إذا تحكي من الناحية العلمية كلمة سوافان تختلف. شلون دكتور؟ اوستيو ارثروسيس. شنو يعني سوافان؟ احنا مو قلنا هذا عظم وهذا عظم، والعظم اكو فوقه غضروف وهذا هم بي غضروف، والغضاريف تحتك واحد بالاخر. بما انه هي الغضاريف ملساء جدا واكو سائل داخل المفصل نفسه، فهذا ما نحس به، احنا لا يولد الم ولا يولد مشكله نهائيا، هذا بالطبيعي. الاوستيو ارثروسيس اللي هو السوافان شنو؟ هذا الغضروف يبدي يتاكل من اماكن معينه، يوصل مرحله الستيج 4 النهائي الغضروف كله يروح. فش يصير عندك؟ عظم اللي هو خشن يحتك بعظم اخر، فهذا الاحتكاك راح يولد التهاب بالمنطقه، راح يولد الم، وراح يولد نسميه جوينت ستيفنس. ستيفنس شنو يعني؟ يعني ما يتحرك بالصوره الطبيعية مالته. نعم دكتور. زين بهيج حالة يعني هل لها علاج؟ ألو دكتور. أخذ دي ثري. العفو. ألو. العفو الصوت انقطع يمي ثواني. شنو دكتور؟ أقول لك دكتور يعني بهيج حالة ما لها علاج يعني؟ هو صراحة هذا الاوستيو ارثروسيس حسب مكانه بالجسم هو الموست كومن لوكيشن، اكثر مكان شائع به يصير بالركبة. يعني حسب الستيج مالته، احنا قلنا هو بدرجات، حسب الدرجة مالته ممكن تكون اكو علاجات عن طريق الفيم او يسمونها فيزيوثيرابي، يعني فد حركات رياضية معينة، يعني يخلون المريض قاعد على فد مكان على كرسي عالي ويرفع رجله فوق ويرجعها، يعني هيك يرفعها ويرجعها. فهذه الحركة بدون وزن راح يسمونه شيبينج، يعني يروح يرجع يشكل المفصل بالطريقة الصحيحة. هاي عشان بالبداية ممكن يستفاد. من يوصل مرحلة شوية متقدمة يفيدهم يسمونه الانجكشن، يدخلون بأبرة هنا داخل المفصل ويحقنون مادة يسمونها كوندروتين صالفيت. هاي المادة من ضمن المواد المكونة للغضروف ومكونة لسائل المفصل، فهم تسهل الحركة مال المفصل وتقلل الألم. بس يعني unfortunately هو هذا chronic progressive disease، يعني شنو؟ يعني مرض مزمن وفي تزايد من السوء. يوصل مرحلة حتما يراد لهم يسمونه total replacement، يبدلون المفصل بالكامل، يشيلون العظم منه ويشيلونه منه ويحطون مفصل حديدي
ويرجعون يربطون الأوتار والعضلات من جديد. عملية معقدة دكتور هذا. عملية جدا معقدة طبعا، بس تخلص من ألم ومن رواية. دكتور يعني أنا هسه هاي السال هاي شو اسمه الشرح مالتك، يعني أنا واجهت بي قرايبي، يعني أنا راجعت بخلطي. دكتور هما يعني حقناها أبرة، حقناها أبرة. إيه بس يعني الأبرة يعني ما فادتهم. هو دكتور هي أول اللي هي صراحة مو أبرة واحدة، يعني التشينات أكثر من أبرة، هاي واحدة. وشغلة ثانية الفائدة مالتها، الفائدة مالتها حتى بالستيج. احنا المشكلة عندنا بالعراقيين شنو؟ انه يعني دائما يفرض رأيه ويسأل وراء الطبيب المعالج. يعني مثلا من الطبيب انت يراد لك تبديل ركبة ما يقتنع، يروح لغيره، يروح لغيره، وطيني أبرة وطيني أبرة. اي صح، هي قلت لك صحيح دكتور صح صحيح يعني هي هو سوال بزاها أبرة وقال لها ترى الأبرة ما تفيد، ترى أنت الظروف مالتك منتهي، يعني رد لتبديل عملية، قالت لشان تفتح رجلي تخرب رجلي صحيح. اي فهي يعني إذا واصلة مرحلة تبديل ركبة بعد الأبر يعني راحت، يعني أنت شلون مثلا مكان عمارة مفلشة يرادلها تجيها مثلا سيارات كبيرة وهذه يلا تقدر تنظف وطاختها، أنت تروح تودي لك عامل نظافة واحد بكارك تقول لها ونظف ما يفيد ما يصير واضح فيراد له تبيه ركبة بعد ما يفيد. اي صحيح دكتور. عندنا هنا بالعراق تبديل ركبة ولا ما؟ اي موجودة موجودة. يعني نسبة النجاح مع العملية والله هي دكتور كنسبة ما في شيء من نسبة نجاح، هل انت راح تدخل ان شاء الله في معترك الطب وتتعلم من يجيك مريض يقول لك مثلا انت راح تشلع سني ايش قد نسبة نجاح، تقول له ما عندنا مع العلم ايش قد هو بسيط قلعة سنخنين بس انت دكتور يعني بدل لك كفك يعني احتمال صار خلل بالعملية شلون؟ مو عن خلل عملية، احتمال تفاعل الجسم وتقبل الجسم للموضوع، تقبل المريض ما بعد العملية يحكم اكو يسمونه فيزيوثيرابي، علمونا شلون يمشي بيها، شيء جديد عليه صعب، يعني شلون قتل تو يتعلم يمشي، علمونا شلون يمشي بيها وشلون يستخدمها، هواية اكو امور، يعني اقصد اكو هواية عوامل ومتغيرات تأثر على نتيجة العملية عدا العملية نفسها، يعني جزء العملية مثلا والمريض يتحسس من ادوية التخدير ويموت، وعملية ركبة ما لها علاقة، هو لو مسوى عملية قلع لوزتين نفس هو تحسس بها، فأقصد هوايك عوامل تدخل بالعمليات غير العملية نفسها، يعني مثلا واحد سوى عملية فتح بطن أو مرة سوى مثلا عملية ولادة، العملية نظيفة ما بيها شيء، من تطلع ما تهتم بالجرح، يلتهب الجرح ممكن تؤدي إلى حالة سمية سيبتيسيميا، يعني تعفن الدم وتموت، ما لها علاقة بالعملية، المريض ما اهتم بالجرح واضح؟ فهي كعملية يعني هواية اكو عوامل تأثر عليها عن نجاحها أو فشل. تمام دكتور. دكتور اي دكتور محمد طبعا. دكتور يعني هسه احنا يعني راح كصنفنا يعني اطباء اسنان يعني من نتخرج يعني نقدر نسوي عملية للسن مثلا اذا محتاج عملية لو نحوله الى جراح؟ دكتور اكو انتم ان شاء الله ان شاء الله من تتخرج انت راح تتخرج وتداوم يسمونك ممارس، طبيب اسنان ممارس، طبيب الاسنان الممارس صراحه شويه الـ يعني الاثوريتي اللي عنده شايف يعني القدرات مو قدرات العفو وانما الامور اللي مسموحه له بالقانون قليله، يعني من قال حشوه جذر مثلا خراجة لا مو حتى لو مخبرة بس انت قانونا هذين اللي تشتغل، يمتى تشتغل عمليات كبرى من تكمل دراسات عليا يسمونها ماكزيلو فيشل سيرجل يعني جراحة الوجه والفكين، موجودين عندنا ترى اطباء اسنان وكميين، هذه لا انت راح تصير يعني شلون طبيب جراح راح تعدك قائمة عمليات تخدير عام وداوم بالمستشفى وخفارة ويعني ما يعني تصير وكأنه طبيب جراح أو فعلاً كطبيب جراح مو كأنه، هاي من تكمل ماكزيلوفيشيا اللي هو مسؤول عن أي جراحة
تخف الفكين والوجه، يعني مثلا واحد مثلا حادث وفكه مكسور، انت اللي تدخل وتعدل الفك، واضح؟ مثلا واحد صار عنده خلع بمفصل الفك، واحد مثلا صار عنده تكسر وتهشم بعظام الوجه، كلها انت مسؤول عنها كما قلت له فيشل سيرجن. بس كطبيب اسنان لا ما زين، يعني زين هم من يقدر يختص ك يعني التجميل الدكتور الاسنان تجميل الوجه؟ لا مو شوف دكتور، كلمة تجميل دخلنا على غير اختصاصه، يعني تجميل الأنف مثلا اللي هو الأكثر، يعني تجميل الأنف يقدر دكتور الأسنان يسوي؟ لا تجميل الأنف يم اثنين، يم الـ ENT هي إذن وأنف وحنجرة، ويم الجراحة التجميل. أنت اختصاصك بما يخص الفك وعظام الوجه إذا تعرضت لحادث خارجي مو لعملية تجميل. دكتور. أنا حتى يعني ما أعرفه، يعني أنا خريج كلية طب يجوز أكو أمور أشهلها عمل الأسنان، بس حسب ما أعرفه. دكتور صوتك يقطع، خريج بشنو؟ أنا خريج كلية طب عام، فأقول لك أكو أمور يجوز أنا أشهلها عمل الأسنان، ممكن يسألون أساتذتكم اللي هم اختصاصهم طب أسنان يصير الموضوع أوضح، بس حسب ما أدري أنه الدراسات العليا اللي عندكم إما ما يجوز له فيها شيء اللي هي جراحية أو تقويم أسنان. هي دكتور أعلى شهادة بالأسنان جراحة الوجه والفكين يعني. إيه هي أعلى شيء، وأكو تقويم أسنان هم هي يعني هم تقويم تقويم درجة ثانية بالاعتبار لجراحة الوجه. إيه طبعاً دكتور. نعم. دكتور يعني هسه إذا واحد يريد ينوت جراحة وجهه فكين يعني لازم يدرس ماجستير لو حتى لو بكالوريوس؟ لا لازم تكمل بكالوريوس طب أسنان. أكمل بكالوريوس. يعني أكمل بكالوريوس طب أسنان بس يعني وتتعين وش وقت تنوت تخصص جراحة وجهه فكين؟ أنا أقول لك وتكمل تدرج سنتين قرى ورياض. إيه. وراها راح تصير ممارس. من حقك تفتح عيادة خاصة بك أثناء. نعم. ومن حقك تقدم على الدراسات العليا مال الوجه والفكين. بس بالبداية أنت من تتخرج مثلاً من الجامعة ما تروح تخصصك هذا. ما تروح تخصص مباشر. آه يعني تتخرج أول بداية وبعدين سنتين قرى وأرياف مو؟ أول شيء إقامة سنة وبعدين سنتين قرى وأرياف. آه إقامة سنة يعني هاي بعد التخرج مباشر، هاي إجباري. هاي إجباري، هاي من تتعين بالحكومة طبعاً، ترى حط لك سنة قاعد بالبيت على ما يعينونك. ها يعني هاي الإقامة يعني تتحتم بعد التعيين. بعد التعيين تنحسب. أوه. وجزء ما تتعين. هو بعد ما يندرس على حكومتنا الرشيدة، بس بصورة عامة هذا اللي أحكي لك النظام بالعراق. نعم. في زمان. يتخرج منه ما يقدم على تعيين. إيه. يطلع للخارج مباشرة يكمل جراحة وجه وفكين. اها يعني عادي بالخارج يعني ما تجي للعراق. للأسف من تجي للعراق ما يعملونك كأخصائي، لازم ترجع تخدم إقامة دورية. انت أخصائي شهادة أخصائي بس تخدم إقامة دورية وبعدين يحولون لك الشهادة كأخصائي جراحة وجه وفكين. واعتقد امتحان معادلة ولغوة. امتحان معادلة طبعا، ويعني ما يعترف بجهادك انت الجاي. اتفضل دكتور. دكتور يعني انت تقول انه يبقى قاعد سنه على ما يجي التعيين، وبعدين سنه يسوي ما ادري شنو، وبعدين يلا يتخصص، هذا قضى عمرك ظل بي دكتور. يعني هاش وقت انا اعالج ايش وقت هاي؟ دكتوره بعد هي للاسف وهذا النظام يعني. يعني شو تسوي؟ يعني ترى انا هم خريج كليه طب، هم قعدت سنه يلا جاني التعيين. وراها قامة دورية، وراها تدرج، وراها قامة قدمة، وراها دراسات. فيعني هو بعد انت هذا يعني هذا مصيرك، يعني من الناس تقول لك دكتور يعني مو سهلة، ما لو فشي يجي بالساهل كان الناس كلها طعم. طريق صعب، وخصوصا اذا تتابعون يعني الاخبار بال طبعا العفو، احنا قاعد نحكي مواضيع خارجية على اعتبار ماكو سؤال، اللي عنده سؤال بما يخص المحاضرة يكون الى الاولوية. اوكي قاطعني ويسال عن المحاضره،
بس أقصد أن بالخارج يعني حتى الناس ظلت يعني تعزف عن كلية الطب وطب الأسنان حتى الصيدلي لصعوبته، يعني يروح محاسبة، يروح مالية، يروح محاماة، أسهل واردها أفضل. إحنا بالعراق لا، شوية توجهنا يختلف على اعتبار الطالب اللي يتعب ويطلع معدل يريد مجموعة طبية. فيعني هي هاي مسؤولية قرارنا، شايفين؟ زين يعني زين دكتور هسه يمكن سامع يعني هذا الخبر، يقولون يعني تخمة اكو بالاسنان والصيدله. زين هاي التخمة دكتور يعني حسب خبرتك، يعني انت بالطب وخبرتك بالتعيينات يعني كمارس بهاي، يعني هي هاي التعيينات من توقفت مال 2000 دفعه 19 دفعه 20 هاي يعني بسبب الاوضاع لو بسبب يعني العدد الزايد؟ لا دكتور، هاي توقفت بسبب عدم اقرار الميزانية. اها يعني دكتور احنا خوفونا يعني ذاك اليوم نشروا، احسن انت يعني هم يمكن شفته، نشروا بيان بان احنا طلاب وهواية وتخمه بالعدد وش اسمه ايش. شفت انا شفت منشور مال الدكتور يعني كلش كبير، يعني هو طبيب اسنان اختصاص اسنان، قال يعني احنا اختصاصنا الاسنان، انا اخذول شو اسمه اخذول نصيحه من يوم بان ماكو هيك يعني حكي، والعراق محتاج، قال يعني هسه احنا مستشفانا ما ادري سماه مستشفى، قال يعني احنا محتاجين اطباء اسنان هكذا عدد، محتاجين صيدلاني هكذا عدد، قال احنا الاطباء احنا العراقيين يعني محتاجين هيك اطباء، قال ماكو تخمه، بس قال الوضع غير مناسب اللي خلى هيك طلاب جاي تتاخر بالتعيينات، فانما يعني ماكو شيء ما يتعين، قال يعني ما عينت شهاده الدكتوره بعد يعين من. شوف دكتور، هي مو تخمه حقيقيه، تخمه وهميه. ليش؟ بسبب قله المراكز التخصصيه مال الاسنان مثلا. يعني احنا مثلا المستشفى خلينا نحكي عن الطب، المستشفى العام يعني هو اللي موجود عليه كل الناقصي، في حين انت من ترجع للحقيقه يراد قد المستشفى العام اقل شيء 5 يلا يكفون الناقريه من الناحيه العلميه، يعني انت خلينا نجيب لك طبيب الطوارئ يشوف له 600 700 مريض، هذا خارج قدره الانسان، اكيد راح يغلط، صح ولا مو صح؟ بينما من هذا صحيح، من هذا الطبيب يتوزعون الناس على المستشفيات راح يشوف له 50 مراجع، فاكيد راح يكون بكامل قدرته العقليه والجسميه حتى يعالجهم. فمن تصير اعداد اكبر راح يبين احتياج الحقيقي. احنا مشكلتنا وين؟ انه مثلا هسه بالناصريه هن مركزين اسنان بس، في حين يعني اللي هن نفس الموجودات يمكن من الثمانينات او التسعينات، في حين ايش قد ازدادت نفوس الناصريه؟ يراد بقدهم 5 أو 6 يلا يكفل، زين من يزداد ما يحتاج اعداد؟ يحتاج فهو اكو احتياج حقيقي. وهذه ترى هي مجرد اشاعات تطلق على مود يبردون الناس، يخففون الزخم عن هاي اي صحيح يعني يقول لك صارت عندنا هاي يعني ما شو اقول لك انتم هوايه مريض، شلون هوايه مريض؟ بالعكس اصلا الاعداد يعني دكتور هسه انت شنو تعليقك على هاي هذا يعني هذا البيان اللي نزل لان بن اكو تخمه بعدد الاسنان وتعيينات راح تتاخر، يعني هذا يعني شو تقول انت تعليقك شنو عندي؟ والله دكتور انا برايي التاخر صار بسبب عدم قرار الميزان، ولكن اي صحيح يعني هسه انت كلامك يعني كلامك نصا كانما الدكتور وذاك نفسي تحكيها، يعني كلامك نصا كانما انت الحاكي، وكانه شنو دكتور حتى لا يعني فلان وفلان اللي موجودين بمراكز حساسه بالدوله يتلقون اللوم انه ليش انتم ما عينتوا لهسه وليش ما قريتوا الميزانيه لهسه، فحتى لا يتلقون هذا اللوم يطلعوا لك في الامور يشغلون بها الشارع، شو اقول لك اكو تخمه، شو اقول لك صحيح وكانه يدبون الكره بملعبك حتى انت تسجل دكتور ما طالب اي صحيح نعم دكتور. لا القرار اللي يتكلم به كتاب صحيح من نقابه اطباء الاسنان الدكتور ابو بكر الراوي نزل كتاب وصح، يعني بغض النظر عن الظروف يعني الاعداد في الاسبوع بعد هو ذا يعني الكتاب صحيح اكو حاجه اكو عدد زاد عن الحاجه، يعني حتى لو فرضا انه انفتحت بعد مراكز اكو عدد زايد بعد هو دكتور اذا هو نقيب اطباء الاسنان فهو يعني اكيد صاحب اختصاصه هو اعرف من عدنا، انا جاي نحكي بصوره عامه بعد هو اعرف واكيد اذن فالتدابير خاصه يخلونه مثلا يجوز اللي يتخرج بعد ما يعينونه مثلا بالدوله بس يعطونه شهاده ممارسه يعني اجازه ممارسه وفتح حياته شايف؟
ممكن نخلي مقترح للتربية إنه يصير كل مدرسة طبيب أسنان، ومقترح إنه يعطونا إجازة ممارسة حتى لو ما يتعين. إيه يعني هم يعني أكيد أكو فد إجازة، عادة دكتور من تجي قرارات يعني هيك إنها طدة وقوة، مثل إنه تقول مثل يا بقى أنت كطبيب لاني أو طبيب أو طبيب أسنان بعد ما يتعين ما محتاجينه، ما يبلش من الأخير يعني، مو ناخذ وقت رحنا رابعة أو خامسة أو أولى وداخل كلية ويجي القرار، عادة يجي اللي ما بعد ذلك، يعني مثلا السنة يقولون يا بس أنت الجاي الدفعة اللي راح تجي بعد ما تتعين، شايف؟ بس اللي حضر الجاي بالمكان مشي. بس يعني الدكتور هو هذا النقيب ابو فاروق الراوي قال يعني ما قال مالهم تعيين، يعني قال هوايه صارت عندنا اعداد، بس شنو قال يعني نوفر لهم فرص عمل، يعني ما قال ما يتعين، يعني ما خلاهم بحيره. هسه انا يعني عذرا المقاطعه دكتور، هذا هو الكلام سابق الاوان، احنا ما ندري اليوم نعيش باكر ما نعيش يعني نموت، يعني ما مو وقت اعتقد، شو تقولون انتم؟ هو صحيح احنا بس من باب يعني شايف الحديث ودردشه وياكم حلوه الله يحفظك دكتور، فهو على قولتك الموضوع كلش سابق الاوانه ما نعرف يعني، خلي لكل حادث حديث دكتور المعدة شيء غادر يعني كلش بعيد دكتور، 5 سنين وسنه تدرج وسنتين إقامة ما أدري شلون، أو العكس وراها اختصاص 4 سنوات على البورد، يعني بال10 سنوات بعد اللي قدام. أي هواي علاوي من رخصة الدكتور. حبيبي رخصة الدكتور رائد الفقار. اتوقع علاوي بحفلة التخرج يجيك ويجي مفارقة للعنك، ترى ما كنت أحين ما أطرد دكتور ما عنده شيء يطلع. اي عيني دكتور حبيبي تفضل، واحنا راح ننهي المحاضره يعني. ممنونين دكتور، ممنونين منك. ممنونين دكتور، دوخناك احنا. لا العفو العفو، حياكم دكتور طلال.